اتصدر الفنان السعودي ناصر القصبي الترند على تويتر بعد المشهد الختامي من الحلقة الأخيرة من مسلسل العصفوف. مش قصرنا معك يا إبا عشان تسوي شيء نفسك. استغفر الله العظيم. وهو المشهد اللي التقى فيه بابنه سامي في السجن بعد فعله الإجرامي بتفجير مبنى سكني بتوجيهات من جماعته الإرهابية. وكان القصبي متألق جدا في أداء المشهد، مشهد الأب اللي بيشوف ابنه أغلى ما عنده بيضيع عمره في أعمال إرهابية وأفكار مدمرة، وحرفيا المشهد أعاد ذكريات للسعوديين مستحيل أن تنسى. وبختام مسلسل العصوف نقدر نعمل تقييم سريع للعمل. العمل في جزء التالت وعلى الرغم من تغير وقته المعتاد اللي هو بعد الفطار مباشرة لازال بيحقق مشاهدات عالية، ومن أول يوم في رمضان ترتيبه الثاني ضمن أكتر الأعمال مشاهدة في السعودية. نقاش كتير عن العمل ما بين منتقد وما بين معجب، ملاحظات إيجابية وملاحظات سلبية كمان. ونقدر نصنف العمل كجانب توثيقي لمراحل مهمة في تاريخ المجتمع السعودي، خصوصا فترة الثمانينات وبداية التسعينات. واتطرق المسلسل لأحداث كتير زي حرب الخليج، مظاهرات النساء للمطالبة بالقيادة، بدايات حركة الصحوة وانتشارها بين الناس، تعنت الهيئة وتسلطهم في فترة ماضية، بداية الأعمال الإرهابية في المملكة. وبصراحة القصة في أحيان كتير مباشرة وتحس كده انها ما كانتش مكتوبة بشكل كويس، وبعض الأداءات التمثيلية كانت من متوسطة لضعيفة، ومشاهد اتعملت بشكل سيء زي مشهد سامي لما عمل حادثة الدهس ولما اتعمل مشهد التفجير في الحلقة الأخيرة. بعض المشاهد تحس ان العمل واضح انه مش متصور في السعودية، ففجأة تلاقيك هنا فصلت وتستغرب مخرج كبير زي المخرج المثنى الصبح المعروف بأعماله المميزة واللي ليه السنة دي عملين، تميز كبير وإتقان للتفاصيل في مسلسل من شارع الهرم إلى بعكس العصوف. وبعيدا عن كل التفاصيل دي، العصوف 3 أعاد ناصر القصبي للواجهة بعد عملين حصل عليهم نقد كبير وهم ممنوع التجول ومخرج 7. فكان في المسلسل مميز بأدائه وتعبيراته، وأدائه الدرامي كان رائع جدا في أكتر من موقف، وفعلا هو وعبد الإله الإسناني هم نجوم العمل وسبب تميزه بشكل كبير. وكان أدائهم التمثيلي ممتاز، حيوية وحضور اتفوقوا على كل الممثلين، وكانت احسن المشاهد اللي كنا بنشوفهم فيها مع بعض او حتى بنشوف كل واحد لوحده، تحس كده انهم حاسين باهمية العمل وتأثيره في الدراما السعودية. ويبقى السؤال هنا، هل الجزء ده هو الجزء الاخير ولا في جزء قادم؟ اي نعم القصبي اكتفى بجملة لا اعتقد ان في جزء قادم، وده طبعا تم ذكره في بودكاست العصوف مع تغريد لهويش، ولكن طبعا بناء على مشاهدات المسلسل نعتقد جدا ان في جزء قادم، خصوصا ان في مراحل في التاريخ السعودي لازم يتم التطرق ليها زي مواجهات الارهاب واحداث 11 سبتمبر. وفي الختام حابين نعرف رأيكم عن مسلسل ايه العصوف 3، حبيتوه ولا لا؟ وكمان تتوقعوا ان ممكن يتعمل منه جزء جديد؟ شاركونا في مساحة التعليقات. وبكده اكون وصلت معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة، اشوفكم الحلقة الجاية، باي باي.